مرحبا، كيف كم؟ صف الرابع، انجليزي. طيب نبلش بالتايتل، العنوان My computer is on the table. طيب رح نركز شوي هون بأول لسن الدرس الأول على الاتجاهات، على الاون والاندر والنكست تو، تمام؟ شو الكيوردز، الكلمات الرئيسية المهمة شو هي؟ نكست تو بجانب، behind تحت، خلف. behind خلف، فريج ثلاجة. إذا نكتب هون المعاني، ثلاجة behind خلف، next to بجانب، كملي. swing سحلاقة. swing ال سرسالة. كملي. slide مرجوحة. لا، swing المرجوحة. اوكي، وslide السحسالة. طيب ننتقل للنتيجة النهائية، إنه students are expected to، يتوقع من الطلبة إنهم demonstrate recognition of prepositions of place، يعني يعرفوا ال prepositions of place، الحروف الخاصة، الحروف الجر الخاصة بالمكان اللي هي زي next to، behind، on، in، under. خلينا نقرأ. Look and say hello, I'm Rania and this is my bedroom. Look at my computer. It's on the table. The window is behind the computer. My bag is on the chair and my pencil is in the bag. The bed is next to the table. Excellent. لاحظنا انه في كثير استخدام للprepositions هدول، زي behind، زي كلمة on صح؟ in، next to، تمام؟ بدنا نتعلم هاي كيف انه نحن نعبر عن الاشياء باستخدام next to، باستخدام on، chair is on the blanket او is on the carpet مثلا، هون is under the table، the doll هيها under the table. اوكي، the chair is next to the bed. yes. طيب خلينا نشوف الان، look and read and write. يلا. طبعا هيهم هدول بدنا نعبيهم بالفراغات. on يعني على، و under يعني تحت، و next to بجانب. يلا. the computer is on the table. the bed is next to the table. طبعا هون احنا بدنا نحل على اساس شو؟ على اساس الصورة اللي هون. هاي وين الكمبيوتر؟ هاي الكمبيوتر ماله؟ next to the bed. next to the bed، ممتاز. طيب The doll is under the table. زي ما شفنا هلا انه الدول موجودة تحت الطاولة. طيب read and draw. هاي في عندي صورة، شو بدنا نعمل يا ماجد؟ نشرح بالأول. هون فإنهم بيحكوا انه حط الملك بالثلاجة next to the water، فبدنا نرسم الحليب جنب الواتر. هيك رسمتي حليب هون جنب الواتر صح؟ هيها كاتبة عليها ملك. اوكي ممتاز. السؤال الثاني أو الجملة الثانية، There are some apples under the orange. هون البرتقال. نحط تحتيها تفاح. Some apples، apples يعني تفاحات. يعني كثير. Yes. There is some juice behind the cake. هون الكيك نحط وراها جوس. Excellent. There are some bananas in the fridge. Some bananas in the fridge ما حكى وين بالضبط، فإذا بنحطها بأي محل بدكم إياها، نحن حطيناها جوا الجارور هون. أوكي. Ask and answer. Where is the slide? وين slide؟ slide قلنا سحسالة، هاي سحسالة. شو بدنا نجاوب؟ It's next to the swing. هاي هالسوينج. The slide is next to the swing. إذا استخدمنا هون next to، فينا نستخدم من هدول the prepositions الموجودة، الظروف الموجودة، تمام؟ The where is. نعطي إحنا مثال ثاني. Where is the duck؟ هاي هالduck، تمام؟ نكتب بدال slide where is the duck. نحط question mark. It's next to the cat. هيها. أو behind the cat. لا هي مش behind، إذا next to، إذا نكتب it's next to the، نكتب بدال swing cat.
cat. نعطي مثال تاني عن رقم 3 ومثال تاني عن رقم 4. cat, the dog and the tree. ممتاز. إذن بهيك بنكون انهينا الدرس الأول. نراكم في الدرس الثاني. listen to. bye. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتحطوا سبسكرايب. bye.